هل تم عقد اجتماع بين أعضاء مجلس المحافظة، اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس النواب اللي محسوبين على محافظة البصرة؟ والله هو كان يفترض أن ينعقد هذا الاجتماع، لكن مع الأسف أعضاء مجلس المحافظة تابعين لبغداد، البغداد اتفقت على أنه تمرير الموازنة فلغى هذا الاجتماع. يعني هذا من الأمور المؤسفة، كان الاجتماع مقرر أنه يكون، لكن انعقد اجتماع قبل هذا لرؤساء الكتل وتم إلغاء هذا الاجتماع. وهذا يعني من المفارقات والأمور العجيبة والأمور اللي تسجل نقطة سلبية بتاريخ أعضاء مجلس المحافظة التابعين إلى الأحزاب، أنهم لم يكن قرارهم قرار بصري، كان قرار تابع إلى أحزابهم. وهذا من الأمور المؤسفة، وعلى جماهير البصرة معاقبة أعضاء مجلس المحافظة الذين لم يكن لهم صوتا أو مطالبة في هذه الموازنة والتجأ وأخذوا الأوامر من بغداد. هاي الزبدة دكتور قائد، يعني خلينا نقول الموازنة إذا مرت البوقة عند المنها وبيها، إذا أنا ما غلطان. فيا ريت أنه هاي رسالة من خلال البرنامج، أنه الأولى بالدفاع عن حقوق البصرة هم أبنائها من مجلس المحافظة ومجلس النواب. دكتور لك دقيقة وجه بها رسالتك إلى من تحب، أعضاء مجلس المحافظة، أعضاء مجلس النواب، حكومة اتحادية. تفضل دكتور قائد. والله هي رسالة بالبداية، لأن احنا بالخطوات الأولى، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب اللي كنتم وتقولون أن البصرة لها خصوصية فلا تمررون هاي الموازنة بصيغة الحالية، لأن هذا بها ظلم وإجحاف على محافظة البصرة. تصويتكم على الموازنة بصيغتها الحالية هذا ظلم لمحافظة البصرة، وإحنا راح نأخذ من عنده موقف، والشارع راح يشوف ويشاهد ما تم من عندكم. لذلك على مجلس النواب ما دام أنه يوم الاثنين راح يكون التصويت على الموازنة، طالبكم بموقف خصوص محافظة البصرة.